من جانبها أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن توصيات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية سيكون لها عظيم الأثر في التنمية بالقارة في إطار السعي للنهوض بشعوب أفريقيا. وأضاف المستشار طارق شبل أن نجاح الدورة السادسة جاء بسبب المناقشات الجادة والحوارات العميقة والبناءة في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي. عمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر، ومنها أيضا دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، ومنها الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور. ومن أهم التوصيات أيضا التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.